خلينا نحكي من كم سنة بلشنا نسمع عن الكنوة، صرنا نشوفها عم تدخل بأكلات كثيرة وخاصة بالسلطات. صح. شو هي الكنوة وليه كانت مختفية وفجأة بلشنا نسمع عنها؟ أهلا، الكينوا من الحبوب المفيدة جدا، نعتبرها أكيد من النشويات، ولكن أهلا هي موجودة منذ القدم، يعني من زمان بزمان، بس إحنا ما كنا كتير لأنه ما بنزرعها، فإحنا بناخدها من برا أو بنستوردها من برا. فهي من الحبوب المفيدة جدا، وشوي نقدر نحكي إنها دخلت لأكلاتنا لأنه صار في وعي أكتر بحساسية القمح، وكتير من الأشخاص عندهم مرض السيلياك اللي هو التحسس من بروتين الموجود بالقمح اللي هو الجلوتين، فصار في عنا بدائل وخيارات أخرى للأشخاص اللي عندهم حساسيات عشان يكون في عنا إشي بديل الرز أو بديل البرغل، سوري الرز هو جلوتين فري، بديل قصدي القمح وبديل البرغل وبديل الفريكة، فصار في عنا استخدامات للكينوا. والكينوا في ناس بيحضرها بس بالسلطة، إذا بدنا نشوف شكلها للي ما بعرفها هلا شوي، صار الناس شوي يستخدموها أكثر في المطبخ، هي موجودة قدامنا هون، فمنلاحظ إنه الكينوا عبارة عن حبوب صغيرة، إذا ممكن يعني نركز عليها بالكاميرا على الحبوب الموجودة هون على الكنوة. أيوة، هي الكينوا إذا بدنا نشوفها عبارة عن حبوب، بنقدر نعملها بعدة أو نحضرها بعدة طرق، يعني ممكن أول إشي الطريقة السهلة إنه إحنا نستخدمها عبارة عن بنغسلها وبعدين بنسلقها، وممكن نضيفها للسلطة، أو ممكن نستخدمها إنه نفلفلها زي الرز، هيها بهذا الشكل، عبارة عن حبوب كتير صغيرة بنعتبرها من النشويات، إلها قيمة غذائية كتير عالية، فبتقدر تحضريها بطريقتين، يا في ناس وعنا بمطبخ رؤية، إذا بنرجع لليوتيوب في كتير وصفات، في وصفة عملناها كمان مع الشيف نضال، عمل وصفة فلفل الكينوا زي الرز. زي يعني الرز بتنعمل، هي بالعادة هي لازم تنطبخ. تنطبخ. آه طبعا يعني أنا أو بتتفلفل بتفلفليها زي الرز أو بتسلقيها. أنا مثلا بكتير بحب أستخدمها إنه إحنا إذا بدي أستخدمها بالسلطة بسلقها وبصفيها وبضيفها على السلطة، ممكن بالتبولة بدل البرغل للناس اللي بينتفخوا من البرغل، أو للناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين لأنه هي جلوتين فري، وهي حتى أخف بالكالوريز إذا بدنا نحكي، إذا بدنا نقارنهم، فيمكن ناس بحبوا إنهم مدامني أنا ماكلة سلطة فخليني أخفف الكالوريز الموجودة فيها ويستعملوا البرغل. عفوا الكنوة، هلا هم قريبين بالسعرات الحرارية، ولكن الفرق بكمية البروتين وكمية الألياف الموجودة فيها. هلا في عنا هون معلومات الغذائية الموجودة، طبعا في صورتين للكينوا، في كينوا بنلاقيها بالسوق لونها أبيض، وفي لونها شوي أسود أو أحمر، كذا لون حتى بتكونوا مع بعض مخلوطة، ومرات بتيجي مخلوطة مع بعض بالضبط. هلا زي ما بنلاحظ عنا على المعلومات الموجودة قدامنا، عنا الكوب الكينوا المطبوخ تقريبا فيها 222 سعرة حرارية، فيها 8 جرام بروتين، وهي كمية البروتين أعلى شوي، وأنا شايفة كمان 3.5 جرام من الدهون كمان. تمام، في عنا 8 جرام بروتين، فبالنسبة للبروتين بدي أركز عليه بالكينوا إنه هذا شوي أعلى من البروتين الموجود بالقمح أو الموجود بالأرز، عشان هيك في ناس صاروا يحكوا إنه عن جد الكينوا هي أحسن من حتى ممكن أو مصدر تكون للبروتين. بديل للنباتيين، للأشخاص اللي يمكن هم بحاجة إنهم ياخذوا بروتين بشكل بروتين اكبر، فانهم يلجؤوا للكنوا. بالضبط، اذا الكوب 222 سعره حراريه، 8 جرام بروتين، 3.5 جرام دهون كميه بسيطه جدا، 39 جرام نشويات، و5 جرام الياف. فهذا اللي بيميز الكينوا، انه شوي ككميه نشويات بالكوب، يعني اذا بنقارنها بكوب من البرغل او كوب من الارز، بيطلع فيها كميه بروتين اعلى وكميه الياف اعلى، لانه احنا معظم الرز اللي احنا عم نستخدمه بالبيتنا وبطبخاتنا مش رز اسمر، اللي هو الرز الاسمر اللي هو اعلى بكون بنسبه الالياف، بس الكينوا نفسها برضو غنية جدا بالألياف مقارنة بالأرز، أو إذا بدنا نقارن الخبز الأبيض بدل الخبز الأسمر، الخبز الأسمر لأنه بنستخدم القشرة الخارجية فهي فيها نسبة ألياف أعلى، فهذا اللي بيميزه. نعم. غير إنه الكينوا غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن، يعني فيها نسبة من الحديد، مغنيسيوم، منغنيز، نسبة من البوتاسيوم، ف يعني غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن، بصفي الوجبة أنت عم تاخدي بروتين وألياف وفيتامينز، وكمان فيها بعض المواد المضادة للأكسدة اللي بنسميها الفلافينويدز، يعني في مادة من المواد المضادة للأكسدة اللي بتحمي خلايا الجسم من الأمراض وغيرها من المشاكل الصحية، في مادة اسمها الكيرسيتين،
أعلى بالكينوا مقارنة مثلا بالكرامبري أو التوت الأحمر، فعشان هيك شوي صارت رائجة بشكل أكبر. طيب بالزبط. دكتورة بالنسبة ل إحنا ذكرنا إنه في نوعين من الكنوة، هل بتختلف القيمة الغذائية من النوع لآخر؟ هلا بتفرق، ما بتفرق شوي بالبروتين والالياف، بتفرق بانواع المواد المضاده للاكسده الموجوده فيها. عاده لونها اغمق بتكون اعلى بالقيمه الغذائيه من ناحيه مضادات الاكسده مقارنه بالبيضه، بس كنشويات كبروتين كالياف ما في فرق بيناتهم، وبنقدر نعمل الخلطه من عده انواع او الوان من الكينوا. هذا بيعطي أول إشي لون حلو للأكل اللي إحنا عم نحضره إذا عم نعمل سلطة أو إذا بدنا نفلفلها زي الرز، بيعطي قيمة غذائية كتير عالية. طب هل ممكن إنه نعتبرها يعني هلأ إحنا ممكن نستبدلها بالرز، بس هل ممكن نعتبر الكينوا بديل عن الخبز؟ هلأ الكينوا أكيد بديل عن أي مصدر نشويات، يعني إذا أنت ما بدك تاكلي رز ما في مشكلة، ما بدك تاكلي برغل أو فريكة بتقدري تاخدي الكينوا بدل الرز، ممكن نحضرها بالوصفات الصبح اللي هي بدل الشوفان إذا حابة. يعني أنت لما تسلق الكينوا وتصفيها ممكن تخلطيها مع لبن، مع مكسرات، مع كرامبري، مع توت، مع تفاح، وتخلطيها وتسويها زي وجبة كاملة متكاملة زي الشوفان. طيب في حال يعني احنا بنعرف هلا الشوفان انت بتاكليه بدون ما فرضا انك يعني تسلقيه او تطبخيه، مع الطبخ ما بتفقد قيمه غذائيه؟ لا، هلا اللي بينزل بالقيمه الغذائيه مش البروتين ولا الالياف ولا مضادات الاكسده، ممكن تقل بعض المعادن والفيتامينات يعني نسبه من البوتاسيوم، بس انت لما تكوني عم بتحضري مثلا وجبه شوفان عم بتحطي توت، عم بتحطي موز، عم بتحطي انواع فواكه تانية، اصلا هيك بنعوض باقي المعادن والفيتامينز اللي ممكن تنزل. وما ننسى انه الكينوا كتير مناسبة لمرضى السكري لسببين. اول اشي فيها الياف ذائبة بنسميهم السوليوبل فايبرز، وهاي الالياف كتير بتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم. يعني لما ناكل وجبة فيها الياف منيحة، يعني اذا بدنا نحكي على رز ابيض حبة صغيرة، وبدنا نحكي لانه ليش عم بحكي، لانه الرز الحبة الكبيرة مؤشر الجلايسيمي بكون أقل. يعني ما بيرفع السكر كثير زي الرز الحبة الصغيرة. إذا بدنا نقارن كينوا برز، الكينوا لأنه فيها ألياف برضه بتخلي السكر في الدم ما يرتفع بشكل كثير لما نتناولها، ومشبعة جدا. يعني الألياف أصلا بالطبق الرئيسي بيعطي شعور بالشبع، فلما يعطيكي شعور بالشبع أنت رح تاكلي كمية أقل من الوجبة الأساسية. غير انه كمان مؤشرها الجلايسيمي منخفض، يعني كمان ما بترفع السكر في الدم زي مثلا مصادر نشويات تانية، ومناسبة للكل اذا كان كبار اذا كان صغار. وحلو ندخل هاي الاشياء الجديدة، او يعني حتى اول ما نزلت كانوا الناس يقولوا لي لا بس سعرها غالي مرتفع، بس هلا صرت تلاقيها بكثير من محلات بيبيعوها بالكيلو، وشوي صارت مقبولة عند فئة كثير كبيرة من الناس، خاصة اللي بيعانوا اللي هم مرضى السيلياك، لأنه بصفي في كتير أشياء ممنوعة عندهم بالأكل لأنه منتجات القمح داخلة بكتير أشياء، فبصفي بدهم خيارات تانية. فهي تعتبر مثلا إذا بدنا نعمل تبولة وقتها بنحط لهم كينوا، بدنا نعمل نفلفلها بدل مثلا برغل أو فريكة، أو تدخليها بعدة وصفات، وصار في كتير وصفات رائجة لإلها. طيب مين هم الأشخاص اللي لازم يبتعدوا عن الكينوا وما يكتروا من أكل الكينوا؟ هلا ما في اشخاص ممنوعه منهم، ما بتعمل اي نوع من الحساسيات، هي امنه لمعظم الاشخاص. حتى في ناس بيقولوا لي طب انا ما عندي حساسيه قمح، يعني لازم اروح اخذ منتجات خاليه من الجلوتين؟ عادي، منتجات خاليه من الجلوتين بيقدر اي شخص يتناولها اذا كان عنده حساسيه قمح او اذا ما كان عنده حساسيه قمح. والحلو انه الكوب تقريبا، احنا للناس اللي عم بيعملوا حميه لانه بدهم اشياء مشبعه بالوجبات، الكوب الواحد يعتبر تقريبا بديل حصتين نشويات، لانه احنا 39 جرام نشويات الموجوده بالكينوا مش كلهم نشا، 30 جرام منهم نشا والباقي نسبه من الالياف والاشياء الثانيه من السكريات البسيطه جدا. فمشبعه جدا، خاصه لاي شخص عم بيعمل حميه، عم بينظم نسبه السكر في الدم، مناسبة كمان لمقاومة الإنسولين، الستات اللي عندهم تكيس مبايض بيقدر يدخلوها. نعم. طب إذا بدنا نحكي إنه الحصة الغذائية للشخص الواحد باليوم الواحد قد إيه لازم يأخذ من الكينوا؟ هلا بدي أوضح شغلة، في فرق بين قد إيه مقدار حصة غذائية من أكل معين
وبين الكمية المسموحة للشخص الواحد. هلا لما نحكي احنا حصة معينة من النشويات، يعني الحصة الواحدة من النشويات بتعطينا 80 سعرة حرارية، 15 جرام نشويات. فاحنا النص كوب من الكينوا تعتبر حصة واحدة اللي هي 15 جرام نشويات و80 سعرة حرارية. بس هذا الشخص إذا بده يتناول على وجبة الغداء بيقدر ياخذ من الكينوا من حصتين لثلاثة، يعني بيقدر ياخذ من كوب لكوب ونص، تعتبر وجبة أو كمية مناسبة من النشويات إذا عم نحكي على وجبة غداء باليوم. طيب أخيراً دكتورة، يعني حضرتك ذكرتي بأنه الكينوا ممكن أن نأخذها على الغداء، هي نشويات، ولكن هل من المسموح وأنه مقبول أن نأخذها على العشاء؟ طبعاً، حتى للناس اللي عم بيعملوا حمية ممكن مثلاً نعمل صحن من مش ضروري تبولة، ممكن صحن من إذا ما بدنا نأكل مثلاً خبز أو أي شيء أو ذرة بالمساء، حابين نعمل سلطة حطعنا فيها جبنة أو عملنا دجاج مشوي، ممكن تضيفي كمية بسيطة من الكينوا بتعطيكي شعور من الشبع وبتاخدي كل هالفوائد الغذائية اللي حكينا عنها. يمكن حتى يمكن لنسبة البروتين العالية فيها مقارنة مع أشياء تانية، عشان هيك بنصحوا فيها فرضا إذا أنت مش بس بتعمل دايت أنه بتخفف أو حابب تنزل وزنك، كمان الأشخاص اللي بيمارسوا تمارين رياضية وحابين أنهم يعملوا هذا الموضوع كمان مرتبط بموضوع الكينوا. صح، لأنه نسبة هي معلومات عبد الله هي كمان للنباتيين، لأنه زي ما حكيتي قبل دائما مشكلة النباتيين أنه مرات ما بيقدر يحصلوا على كميات البروتين الكافية خلال النهار، لأنه بتعرفي أنه مثلا كوب من الفاصوليا الحمراء أو كوب من الفاصوليا البيضاء فيها تقريبا 14 جرام من البروتين، مش زي لما تاكلي أنت صدر دجاج. فهون بصير إحنا دورنا أنه نوعي وين في مصادر للبروتين تانية غير الحمص والفول والبقوليات، فبتصفي بتقدر تدخلي الكينوا وتاخدي كمية من البروتين. نعم، إذن شكرا لوجودك معنا دكتورة ربام شربش، أخصائية التغذية العلاجية، شكرا لوجودك وشكرا لمعلوماتك أكيد.